الجزء الثاني من محاضرتنا راح نتكلم به عن طريقة تحويل المعادلة المنطقية إلى دائرة منطقية، يعني عكس الخطوة أو الجزء الأول اللي أخذناه اللي هو كنا نحول به دائرة إلى معادلة. مباشرة نأخذ مثال يقول draw logic circuit which give the following output. أدي هاي هنا معادلة يريدني أرسمها. دائما بهيج أسئلة أو هيج مطلب مباشرة أجي للمعادلة أقسمها إلى حدود، أقصد بالحدود هي عملية ضرب بيناتهم، بمعنى أنه هذا الحد الأول أو هذا الحد الثاني أو هذا الحد الثالث. بين الأي والسي هي عملية ضرب، بين البي والسي كومبليمنت عملية ضرب، بين الأي والبي والسي أيضا عملية ضرب. فأول خطوة خلنا نتفق عليها مباشرة نروح للعمليات الواضحة أمامنا. بهاي المعادلة هي مجموعة حدود مجموعة، عملية جمع بيناتها. إذا العملية الواضحة هي الأور، فأجي أخلي دائرة أور، بعدين أخلي كل الأنبوت هاي الأور هي تمثل لي الحدود بهاي المعادلة. فما أسوي شيء، مباشرة أجيب الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، وأكتب المعادلة نفسها. الخطوة اللي بعدها راح أجي كل حد من هاي الحدود أمثله أيضا برسم مستقل، وبالنتيجة هاي الأور جت هنا، كل حد راح نرسمه بأند جيت لأن هو عملية ضرب. فالأول حتى حصل الأي سي معناتها جاية من أي أند سي، حتى حصل البي سي كومبليمنت جاي من بي أند سي كومبليمنت، حتى احصل الاي كومبليمنت بي سي هو جاي من اندينج للاي كومبليمنت بي سي. زين، بعد ايش نحتاج؟ دائما احنا الانبوت نطيه من نطيه بشكل كومبليمنت، نطيه بشكل مثبت، يعني نطي اي بي سي. اذا الكومبليمنت اذا بدنا نشوف عندنا سي كومبليمنت واي كومبليمنت، هاي من نجيبها؟ طبعا هنا راح نخلي، نحتاج نخلي نوت حتى نحصل الكومبليمنت من المتغير الاصلي. فخلينا هنا نوت وخلينا هنا نوت، بعدين صار عندي هنا سي وهنا سي كومبليمنت، اجمعهن كلهن حتى اوديهن السي واحد، وش عندي بي ايضا اجمعه حتى اوديه البي واحد والاي واحد. وبالنتيجة هاي المعادلة مشينا بالعكس من المعادلة، طلعنا الدائرة مالها. مثال اخر على نفس الموضوع، نقول draw digital circuit which give the following. عندنا هاي المعادلة ويريد من عندنا draw the digital circuit، يريد الدائرة. ايضا هنا مباشرة العملية الرئيسية هنا اللي حتكون بين حدين هي عملية الاند. وبالنتيجة اجينا خلينا الاند، اعطينا الاوتبوت مالتنا هي المعادلة، وخلينا على اطراف الاند هي الـ a زائد b والـ a complement زائد d، هاي سووها d. بعدين راح ندخل لكل حد من هاي الحدود نولده. عندنا الاي زائد بي هي عبارة عن اور جيت، هذا هو الاي زائد بي، وعندنا الاي كومبليمنت زائد سي او زائد دي، قلنا نغيرها، هاي راح يصير اور جيت هنا اللي هي البي كومبليمنت زائد سي. حتى نجيب البي كومبليمنت هو يجينا من البي وعملية النفي. وبهاي الطريقة قدرنا نرسم هاي المعادلة مالتنا بهذا الشكل. هنا راح يصير عندكم هوم وورك نفس الطريقه، او خلينا نقول نفس البروسيجرز، تقدرون ترسمون او تولدون ذني السيركتس الخاصه بهاي المعادلات. طبعا الفت انتباهكم شباب، هنا الهوم وورك كلش مهم، لازم نحله ونهتم به، ويا ريت لو نخليه باوراق ونحتفظ به. ننتقل الى الجزء الثالث من هذه المحاضرة اللي هو عنوانه القوانين والقواعد للبوليان الجبرة. مثل ما قلنا وما ننسى شباب، كل معادلة نصف بيها نظام منطقي نصيح لبوليان الجبرة. بما انه عندنا معادلات لازم اكو قوانين وقواعد تحكم هذه المعادلات حتى نقدر نبسطها ونوصل الى نتيجة. من اهم القوانين اللو اللي هو الكوميتيتيف لو معناته الابدال، والاسوشيتيف لو معناته التجميع، والديستريبيوتيف لو معناته التوزيع. هاي مرة علينا لكن ممكن نستذكرها. الكوميوتيتيف لو معناته الابدال، دائما عملية الجمع او الاور جيت هي عملية ابدالية. من اقول اي اور بي
هي نفسها بي اور اي. هذا هو الرسم يوضح ان ماكو فرق من تكون اي اور بي، هو نفسه بي اور اي. ايضا هنا عملية الضرب هي عملية ابدالية، من اقول اي دوت بي اند بي معناته بي اند اي تعطينا نفس النتيجة، يعني اي بي من اقدم واخر نفس النتيجة، واي زائد بي من افرها اقلبها ايضا تعطينا نفس النتيجة. الثانية القانون الثاني اللي هو الاسوشيتيف لو، معناته التجميع. دائما عملية الجمع هي عملية تجميعية، اذا عندي ثلاث متغيرات اي زائد بي زائد سي اقدر اجمع البي والسي سوا، واقدر اجمع الاي والبي سوا. هذا اذا رسمتها راح يعطيني نفس النتيجة، بمعنى انه هاي الدائرة تعطيني نفس الاوتبوت لهاي الدائرة. ايضا عملية الضرب هي عملية تجميعية، من عندي ثلاث متغيرات اي بي سي اقدر اجمع البي والسي اللي هي نفسها تعطينا الاي والبي، وهذا راح ينعكس على السيركت مالتنا اذا رسمناها، دائما الاوتبوت راح يكون نفسه. هذن ثلاث نقاط نحفظهن شباب لان راح نستفاد منهن بتبسيط المعادلات. النقطة الثالثة اللي هي ديستريبيوتيف، من عندي اي مضروب بعملية جمع يعني اي افتح قوس بي زائد سي اقدر ادخل هنا الاي على البي، اقدر ادخلها على السي، وبالنتيجة صار عندي اي دوت بي بلاس اي دوت سي، بمعنى انه هذه الدائرة اللي متكونة من اور واند وحدة تعطينا نفس الاوتبوت لهذه الدائرة المتكونة من تو اند واور وحدة. فيما يخص الرولز اوف بولين الجبرا هذن نحفظهن، مثل ما قلنا اللو الثلاثة الاسوشياتيف والديستريبيوتيف والكوميوتيتيف، هذن نحفظهن بالاضافة الى الرول اوف بولين الجبرا. دائما عندي اي متغير من اسوي له اور جيت ويا صفر يعطيني دائما المتغير نفسه. المتغير اي من اسوي له اور جيت ويا من ويا الواحد دائما عندي الاوتبوت واحد. المتغير او اي متغير مو شرط اي، يعني ممكن يكون هنا بي سي دي اي متغير، اللي دائما اذا اسوي له اند ويا الصفر يعني اي شيء اضربه بصفر هو يكون صفر، واي شيء اضربه ويا الواحد يعني ملتيبليكيشن واحد هو راح يعطينا نفس المتغير اللي هو الاي. دائما هذا المتغير من اسوي له اور ويا نفسه يعطيني المتغير نفسه، والمتغير ايضا من اسوي له اور ويا الكومبلمنت مالته دائما النتيجه واحد، يعني اذا القى واحد اقدر اعوض عنه اي زائد اي كومبلمنت. شباب هنا احنا ما نقصد الاي كاي متغير، لا اي متغير ممكن يكون هنا اي بي سي، احنا هنا نحكي بصوره عامه. النقطة السابعة، كل متغير اضربه بنفسه يعطيني المتغير نفسه، كل متغير اضربه بالكومبلمنت مالته دائما الاوتبوت حيكون صفر. مثل ما قلنا كل متغير اسوي لك تو كومبلمنت ادخله على اثنين من النود جيت راح يعطيني المتغير مثبت. وعدي ذن ثلاث نقاط اللي هي 10 و11 و12، هذني راح يكون قاعدة ثابتة نحفظهن، انه دائما عندي المتغير اذا اجمعه ويا متغير نفسه مضروب في متغير اخر دائما الاوتبوت يكون المتغير المشترك. النقطة 11، متغير اجمعه ويا متغير كومبلمنت نفس المتغير كومبلمنت مضروب في متغير اخر دائما الاوتبوت يكون المتغير الثابت واللي سوينا له كومبلمنت زائد المتغير المضروب به. اذا عندي قوسين لاربع متغيرات اي بي ثلاث متغيرات اي بي اي سي دائما الاوتبوت مالتي راح يكون هنا اي زائد بي سي. اللي اريد اقوله بذن الثلاثه هذا هو شكل، فوين ما يتحقق هذا الشكل سواء متغير واحد او اكثر دائما راح يكون هذا الاوتبوت مالتنا. القواعد الأخرى المهمة نحتاجها بتبسيط المعادلات المنطقية هي فشي نصيح لدي مورغان ثيرم، نظريات دي مورغان. هذا عالم رياضيات خلانا نظريتين، النظرية الأولى والنظرية الثانية. نص النظرية مهم نحفظه. النظرية الأولى تقول
The complement of a product of variables is equal to the sum of complements of variables. بمعنى إذا كان عندي حدين مضروبات والكومبلمنت ممتد عليهم كلهن، فذلك ممكن نسويهن أنه يصير عملية جمع، الضرب تتحول إلى عملية جمع، لكن كومبلمنت يكون على كل متغير، معناته هذا الكومبلمنت أقسمه على المتغيرات وخلي عملية جمع. النظرية الثانية تقول The complement of sum of variables is equal to the product of complement of variables. معناته إذا عندي حدين مجموعات والكومبلمنت عليهم كلهن، فأقدر أحول إشارة الجمع إلى ضرب، لكن بشرط أنه أقسم الكومبلمنت على كل متغير، ما خليه يعبر بين المتغيرات الاثنين. خلنا نأخذ مثال هنا، يقول apply دي مورغان ثيرم to the expressions. هذا مطيني الـ X والـ Y هنا كله complement، ومطيني هذا الـ expression اللي هو الـ X زائد Y زائد Z الكل complement. فنجي الأول واحد، أول واحد مباشرة راح نطبق عليه النظرية الأولى لدي مورغان، أنه أنا أقدر أحول الضرب إلى جمع، لكن بشرط أنه الكومبلمنت الكلي أقسمه على المتغيرات كلها. هنا أنا عملية الجمع أقدر أحولها إلى ضرب، لكن بشرط أنه أغير الكومبلمنت الكلي عليهن اللي هو عابر عليهن، نخلي كومبلمنت لكل متغير. نفس الطريقة شباب ممكن تحلون هذا المثال، وهنا تنتبهون أريد الأوتبوت شلون راح يصير. طبعا هنا راح نحتاج خاصية من هالخواص اللي قلناها بالجدول.